كما كان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لدى وصوله إلى البلاد. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وأعضاء السفارة الكويتية في البحرين. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الملكية الكبرى بقاعدة التسخير الجوية تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وسمو أمير دولة الكويت الشقيقة الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. بعدها غادر موكب سموه إلى مقر إقامته في قصر الصخير، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. ويرافق صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى قمة المنامة وفد رسمي رفيع المستوى.